أكرم بقوم أكرموا القرآن وذبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختاروا الإله قلوبهم لتسير من غرس الهدى. جدا بحافظات كلامنا تعالى واللواتي وضعن تيجانا على رؤوسهن ورؤوس عائلاتهن ورؤوس بلدهن ومدينتهن. طبقت مجددا على حافظات كتاب الله والقارئات لكتاب الله الموجودات اليوم. أيها ما بعث فينا جئت بالأمر نوال فيلاري رئيسة جمعية يلاه نتعاونوا بمدينة طنجة. حاجة تشوفوا اليوم احنا في هذا الفندق الزوين المطل على مارينا طنجة، واللي استقبل درنا مأدبة من ضمن مائدة من موائد الرحمن أب سبيسيال اللي فيها بزاف ديال الحويجات زوينين احتفاء بحافظات كتاب الله ما شاء الله، ومن بينهم اللي ختموا ما شاء الله 60 حزب. وفي نفس الوقت احتفلنا بنجاح 7 عمليات ديال زراعه القوقعه لاول مره نتبناهم بفضل محسنه الخير الله يثبت الاجر ديالها. واليوم تبارك البارح ركبوا ما تبقى من الجهاز، واليوم كانت عندهم حصص ديال الترويض لاول مره ومن مختلف مناطق المغرب. ما شاء الله الحمد لله انا فخوره بهذا الانجاز اللي سورتو اليوم لان عنده واحد الوقع زوين، سورتو ان تاثر لا تبارك الله الختم ديال القران لا ايضا بنجاح العمليه. فتقبل الله من الجميع. شكرا طنجاوي ديما متابعين لي زاكسيون ديالنا كاريتاتيف الله يثبت الاجر للجميع، ومحسنين الله يثبت الاجر ديالهم. طبعا فريقي اللي ايضا طيله شهر رمضان واقف معايا بوغ 1500 افطار وعشاء تقبل الله من الجميع. كان المعلم ان يكون رسول، ما بالك بمن علمنا القران. تصفيقات لهذه المعطله الجميله والمعطله التي ختمت على يدها مجموعه من القارئات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.